السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكي منى من قناه خس النص معانا. بس انا امبارح بالليل اتفرجت على فيديو للاستاذه ريهام سعيد، بجد الفيديو صدمني، طريقه كلامها صدمتني. عايزه اقول لكم ان انا بجد انا من امبارح وانا ما سمعت الفيديو بجد نفسيتي تعبت، اللي هو مفيش اعلامي بيعمل اللي انت بتعمليه ده ولا بيتكلم بالطريقه دي، واصلا ليه تجرحي كل الناس اللي انت جرحتيهم دول عشان خاطر يعني حمله انت عاملاها، ولا عشان خاطر انت خسيتي تتكلمي عن الناس بالطريقه دي؟ انت عارفه انت جرحتي كام بنت، وجرحتي كام ست، وجرحتي كام شاب، وجرحتي كام راجل كبير؟ ولا طبعا ما عندكيش خلفيه عن الموضوع ده. لما تطلعي تقولي انتوا حمل على البلد، وانتوا شكلكوا وحش على المنظر العام، وانتي بتعرقي من كتر السموم اللي في جسمك، وانتي بتلبسي عبايه واسدال عشان خاطر بتداري مش عارفه ايه. اللي بتلبس عبايه واسدال، الدول الخليج كلها بيلبسوا عبايات سودا وبيلبسوا اسدالات، وده لبس محترم مش لبس عشان نداري بس، لا في الناس بتلبس كده كاحترام. انتي تتكلمي بالطريقه دي، انتي بتلبسي اسدال وبتلبسي عبايه، انتي نسيتي نفسك لما كنتي تخينه، لما كنتي بتطلعي في القناه في المحور وكنتي كل شويه تطلعي فاصل عشان خاطر مش قادره تاخدي نفسك من كتر الكلام اللي انتي كنتي بتقعدي تتكلميه على الفاضي؟ نسيتي نفسك لما كنتي مليانه عشان تتكلمي؟ كنتي انتي ساعتها برضو لما كنتي تخينه كنتي عبء على المجتمع، وكان شكلك وحش للمجتمع برضو، ولا انتي بتقولي اي كلام وخلاص؟ مشاعر الناس، ما تخسريش الناس اكتر من كده. انت لسه كنت قايمه من تعب، والناس كلها اللي انت بتشتمي عليها واللي انت بتقولي عليها عبء وعليها مش عارفه ايه، كان كل الناس دي بتدعي لك، كل الناس الكبير والصغير اللي بيحبك واللي ما بيحبكيش، كانت كل الناس بتدعي لك، عشان احنا كمصريين طبعنا ناس بتفهم في الاصول وما بتشمتش في المرض، تمام؟ انما انت في ناس بتبقى عندها تخن مرض، بيبقى تخن تبع بياخدوا علاج كورتيزون تخنهم، كانوا رياضيين وبطلوا رياضه وتخنوا حاجات كتير قوي، مش تخن كده تخن براده وخلاص، تمام؟ واغلبيه العالم كله مش احنا بس، نسبه السمنه فيها عاليه على فكره، في امريكا والدول دي نسبه السمنه فيها عاليه جدا عن عندنا يعني، تمام؟ فلما تتكلمي عن الشعب المصري في حاجه زي كده، يا ريت تتكلمي باسلوب مهذب عن كده وبطريقه احلى من كده. وكام بنت وكام ست انت جرحتين بكلمتك دي؟ لان في ستات كتير قوي اتجوزوا وحملوا وتخنوا زي انا خسيت قبل الجواز 50 كيلو، ورجعت تخنت تاني لما اتجوزت وخلفت وولدت والكلام ده، مش تخن برضو بمزاجي يعني، حاجه مش بمزاجي، وبنرجع نخس. في ناس بقى معاها فلوس بتعمل عمليات، الله اعلم انت عملتي عمليات ولا عملتي رجيم ولا ايه نظامك، الله اعلم بيكي. في ناس مش قادره، وعلى فكره الرجيم ده مكلف جدا برضو، مش فكريش ان هو حاجه سهله. في ناس برضو على قد حالها مش قادره ان هي تمشي على نظام، مش قادره تعمل حاجه. انت شايفه الغلو اللي احنا فيه والاسعار اللي احنا فيها، بتقولك هجيب اكل ليا ولا هجيب للعيال ولا ولا، فما تجرحيش الناس بطريقه كلامك المستفزه دي بعد اذنك، لان بجد انت طريقتك دي كانت غلط خالص عليكي، وهتيجي عليكي بالعكس بعد اللي انت قلتيه ده. ومش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل في ان انت جرحتي كل الناس، الكلام اللي انت قلتيه على الفاضي ده، ويا ريت تراجعي نفسك، ويا ريت تطلعي تتاسفي للناس وتقول لهم انا اسفه ان انا جرحتكم، لان احنا مش عيب ولا احنا شكلنا وحش. في ناس تخينه دمها شربات بيبقوا، اهو عندك مثلا ممثل علاء ولي الدين الله يرحمه، ما هو كان تخين جدا وكانت الناس كلها بتموت فيه، وكان طيب جدا وما كانش عبء يعني على البلد ولا حاجه. فيا ريت تركزي في كلامك بس قبل بس ما تتكلمي وتقعدي تقولي كلام وخلاص، وتجرحي الناس اللي انت جرحتيها دي كلها. وانا عن نفسي بتاسف لكل حد سمع الفيديو ده، لانه بجد كلام مستفز جدا، ومش هقول حاجه غير تاني غير حسبنا الله ونعم الوكيل بجد على الجرح اللي انت جرحتيه للناس كلها، وانا برضو من اولهم، لان انا برضو واحده من اللي بيعانوا من السمنه. بس كده.